اللهم احفظ امي، اللهم احفظ ابي ووداعا جدتي. في اليوم التالي توفيت الجده. الان كان الاب قلقا قليلا. عندما ذهبت الفتاه للنوم مره اخرى سمع الاب قولها اللهم احفظ امي ووداعا ابي. كان في حاله صدمه ولم يتمكن من النوم، لذا ذهب الى المكتب باكرا. في المكتب كان قلقا كثيرا، كان يعتقد انه يحتاج الى البقاء حتى منتصف الليل وستكون كل الامور على ما يرام. واخيرا حان منتصف الليل وعاد الى المنزل. عندما وصل قالت زوجته لم ارك تعمل الى هذا الوقت من قبل، ما الذي حدث؟ قال لقد قضيت أسوأ يوم في حياتي. ردت الزوجة حسنا لن تصدق ما حدث اليوم، لقد مات ساعي البريد خاصتنا. وضع الأب ابنته البالغة من العمر 3 بتحبيك تعمل ميك اب بملعقة؟ شو بتحبش أنا هبلة يعني لعمل ميك اب بملعقة؟ أكيد يلا نعمل. أول شيء فونديشن هيكود أعمل بلانس هلا عم تعبتك عم شوف انا شو بدها تحدي انا اني هبلة الصبر نفس هلا كونسيلر وشو بدك حيلها رح تعمل هيك رح تكون سهله